كابتن رامي عادل نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، اهلا بيك ومنورنا وسعداء بوجودك معانا النهارده في الاهلي ليل. اهلا بيك يا استاذ محمد، انا طبعا اسعد وبتشرف بوجودي معاكم في قناه الاهلي طبعا دايما، يعني تسعدنا دايما يا كابتن رامي. الله يخليك. مش هسيب نقطه من اللي ابتدينا بيها التغطيه النهارده عن الاهلي والترجي الا وهنسالك عنها. استعدادات الفريق، اهتمام بداية مجلس الإدارة وقرار الكابتن الخطيب بأنه يتولى مسؤولية رئاسة البعثة إلى تونس، شايف إزاي اهتمام مجلس الإدارة بالمباراة دي وبالحدث الرياضي ده؟ لا طبعا ده اللي احنا متعودين عليه من النادي الأهلي ومن القيادات جوه النادي الأهلي. طبعا يعني النادي الأهلي نادي الواحد مش طبعا مش يعني مش هيقدر يتكلم على قيمة النادي الأهلي طبعا، والناس اللي موجودة فيه طبعا على طول بتحرص إن هي تبقى في أحسن صورة للنادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا لا يعني ده طبيعته وده اللي معودنا عليه الاهتمام. يعني انا لما كنت موجود على طول كان الراجل بيتابعنا بصفه مستمره دايما وبيجي يقعد معانا في الحاجات المهمه، كان بيبقى متواجد جدا دايما على طول معانا. فهو لازم ينقل طبعا الاهتمام دوت للعيبه، وفي لعيبه طبعا برده لسه اكيد ما عندهاش خبرات، لما تشوف الكابتن محمود الخطيب مهتم وان الراجل رايح معاهم كرئيس بعثه طبعا دي بتدي دفعه كبيره جدا، لانه بيبقى متفاعل اكتر طبعا مع الفريق. طبعا طول ما انت شايف القيمه زي الكابتن محمود الخطيب معاك ومتواجد دايما بقى معاك في المعسكر بقى وبتشوفه على العشاء وبتشوفه على الفطار وبتشوفه متواجد معاك بصفه مستمره، فطبعا دي بتديك احساس بالاهميه للماتش. ممكن لعيب يبقى مش حاسس شويه بالموضوع، بس لما يشوف واحد زي كابتن محمود الخطيب متواجد والاهتمام وبينقل طبعا خبراته للعيبه وبيتكلم مع اللعيبه دايما، فطبعا لا بيدي للعيبه دفعه كبيره جدا وللفريق ككل يعني. طيب المناخ العام، المناخ العام فيه على المستوى الرسمي شغل مهم جدا حصل اليومين دول علشان التهدئه قبل المباراه وانها تبقى مباراه كره قدم ما فيهاش انفعال ما فيهاش تجاوزات وتبقى بشكل لائق بالاهلي والترجي، شايف المبادرات دي ازاي؟ حوارات تمت بين وزير الرياضه المصري ووزيره الرياضه التونسيه في شرم الشيخ على هامش المؤتمر، وايضا بيان صادر عن المجلس الاعلى للاعلام بيطالب الجميع بالالتزام بالموضوعيه في تغطيه هذا الحدث، وايضا الاتحاد الافريقي اللي بيقول للجميع اربح بشرف واحرص على التنافس الشريف في الملعب، شايف كل المحاولات دي تاثيرها ايه؟ لا طبعا دي طبعا مبادرات كويسه جدا ولازم يحصل كده. الماتش اتشحن شحنة غريبة جدا الماتش الاولاني، كانش الواحد متوقع انه يحصل حاجة زي كده في الماتش. طبعا احنا دايما الماتشات دي بتبقى مشحونة جوه الملعب، لكن طبعا الشعب التونسي ده ناس اشقائنا طبعا ومفيش اي يعني احنا الشعبين دول كويسين جدا مع بعض، مع شمال افريقيا الحمد لله الشحن كله بيبقى داخل الملعب فقط، يعني بيخلص الماتش خلاص الدنيا بتبقى كويسه، نخرج بنمشي في الشارع عندهم بنخرج بنروح كل حته الناس بتقابلنا بحفاوه جامده جدا. نفس الكلام عندهم هم لما بيجوا عندنا برده نفس الكلام، خلاص الماتش خلص جوه الملعب بالشحن بتاعه كل حاجه بتخلص، بس الماتش غريبه جدا وفي ناس طبعا يعني زي ما انت قلت كده يعني عارف ناس في ناس بتصطاد في الميه في الميه العكره يعني زي ما بيقولوا كده بالمثل، يعني في ناس مستنيه حاجه زي كده عشان مش عارفه ابعاد انها بتعمل كده طبعا ممكن يسبب مشكلات طبعا أبعد. مشاكل جامده جدا عمالين يشحنوا في الناس ويشحنوا في الناس اللي خارج اللي رايحه من هنا، يعني اصلا اللي رايح من هنا يعني ممكن تلاقي ناس اصلا عامله حسابها مثلا واحد واخد معاه حاجه يامن نفسه، لا وهو اصلا الموضوع مش كده خالص، الموضوع هيبقى ابسط ان شاء الله من كده. الشعب التونسي زي ما قلت لك شعب شقيق لينا، ناس كويسه جدا، فان شاء الله الماتش يعدي على خير باذن الله وما يبقاش فيه حاجه ويطلع يعني يليق بفعلا الكوره افريقيا نهائي افريقيا والكوره العربيه، يعني الكوره العربيه دي لازم طبعا ان شاء الله فريق زي الاهلي كبير وفريق زي الترجي كبير اكيد ان شاء الله والجمهورين كبار، فان شاء الله يعدي على خير ومش هيحصل حاجه باذن الله. باذن الله نتكلم بقى عن الابعاد الفنيه للمباراه دي في ضوء المباراه الاولى، الاهلي متفوق بهدفين وهيلعب الشوط الثاني في تونس، شايف حسابات المباراه الجايه ازاي؟ والله انا شايف حسابات الماتش الجاي دوت، انا شايف الضغط اكتر عندهم مش عندنا، يعني انا وجهه نظري كلاعب انا شايف الضغط هيبقى عنده اكتر من مني انا كنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. هو متوتر جدا طبعا، انت كسبانه هنا 3-1 عايز بسرعه يقدر يجيب فيك يسجل فيك، هيبقى متسرع جدا هيبداوا مندفعين هيحاول بقدر الامكان. انا لو مكانه كمدرب بفكر بفكره دلوقتي مثلا مدرب، لا عايز بسرعه جدا الحق اجيب هدف جون في اول ربع ساعه، هو بيحاول الشوط الاولاني لازم اطلع الشوط الاولاني باي تقدير خارج 1-0، لو عدى الشوط الاولاني بالنسبه لنا احنا 0-0
هيتضغطوا جدا، هيتعصبوا، او هدف لصالحنا هيلعبوا محدش يعني. هدف لصالحنا لا، ان شاء الله كده الماتش يبقى خلص باذن الله بدري، يعني ما يبقاش فيه مشاكل، لان لو احنا بدانا بالتسجيل انا متوقع ان الماتش يخلص خلاص، ينتهي بالنسبه لهم، لان هو انت اصلا نفسيا راكبهم جدا، هو قلقان منك جدا الفتره الاخيره، انت بشكل كبير انت متفوق في اللقاءات، كعبك عالي عليه قبل النهائي اللي حصل اللي فات دوت، فهو حس بيك لما رحت كسبته عنده، لما كان الماتش عنده فرصه كبيره جدا، هو فاكر ان هو رايح انت ان هو ان انت جاي له هتكسبه بسهوله، فلا لا العكس، لان انت قدرت تعمل معاه نتيجه ايجابيه وانت اللي عديت للفاينل. احنا بنخاف من ده يا كابتن رامي، ان ده يبقى شعور عند بعض وسائل الاعلام او عند بعض الجماهير، وان ينقلوه لبعض اللعيبه فكره ان انت رايح مرتاح، او ان انت تفوقت في اللقاءات مع الترجي في الفتره اللي فاتت، فده يبقى سلاح ينقلب عليك في الملعب. بص انا ممكن يعني اقول اللي انت بتقوله دوت مع اي فرقه تانية، بس ما اقولش كده مع النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي بره الحسابات دي تماما، يحترم المنافس وبيعمله جدا 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 جدا، يعني مهما كانت النتيجه هنا انت رايح الموضوع هناك مختلف خالص، ده ماتش تاني، بتلعب ماتش من ماتش واحد، ما بتفكرش ان ده شوط تاني، خلاص انت نسيت الماتش الاولاني بكل حاجه، اذا كان لو كسبان حتى 5-0 انت مالكش دعوه بالماتش خالص بالنتيجه. فانا بكلمك ان هو طبعا هيبقى مندفع جدا، لو خلص الشوط الاولاني 0-0 هتبقى فرصه كبيره جدا لينا ان احنا الشوط الثاني تقدر تسجل فيه. يعني متوقع اول ربع ساعه تكون شكلها ايه؟ الترجي هيبدا بتوازن ولا ضاغط جدا؟ لا انا متهيألي هيبدا ضاغط جدا، متهيألي هيحاول بقدر الامكان ان هو الشوط الاولاني اول ربع ساعه بالذات فعلا زي ما انت بتقول هيحاول يسجل، لان دي هي الوحيده، هو ده الامل تقريبا الوحيد ليه بالنسبه له، هو عارف انه بيلعب فريق كبير، بيلعب فريق منظم، مش فريق عشوائي سهل يدخل فيه جوال. النادي الاهلي مش فريق ضعيف، يعني مش هيبقى بيلعب النادي الاهلي فهيجيب فيه جول واثنين وثلاثه سهل، لا خالص يعني. فهو عارف كويس جدا الموضوع دوت، وهيحاول يحرز الشوط الاولاني عشان يحاول يستريح شويه الشوط الثاني. المواجهه كيف يواجه الجهاز الفني بقياده كارتيرون هذا الضغط المتوقع من وجهه نظرك من فريق الترجي في اول المباراه؟ هنلعب اول المباراه ازاي؟ لا انا شايف ان هو مش هيندفع طبعا خالص، يعني انا شايف كارتيرون هيامن ملعبه كويس جدا، هيقفل نص الملعب كويس قوي، هيقفل الاطراف كويس، هيلعب ممكن على الهجمه المرتده، ده اي يعني ده اللوجيك اللي بيقول كده، ممكن هو يبقى عنده فكره ثانيه الله اعلم، يعني ممكن يقول لك لا انا لو ضغطت عليه من قدام في الاول هو مرتبك ممكن يغلطه، ممكن يبقى ده تفكير الله اعلم، بس انا دي من وجهه نظري ان هو هيامن نفسه كويس جدا دفاعيا، هيوقف اللعيبه كويس، مش هيخلي اللعيبه تروح هجوميا كتير، هيبقى على الهجمه المرتده، وهتستنى غلطه منهم، لان انت بالمنظر بتاع الشوط الاولاني كان في طبعا اخطاء كتير جدا عندهم في دفاعيا، الدفاع بتاعهم كان سيء جدا، ولما بتضغط عليه بيرتكب اخطاء كتير، فيعني هو هيصبر الشوط الاولاني وهيشوف الدنيا ماشيه ازاي لحد الشوط الثاني زي ما يعني تتوقع ان شكل الاهلي هيبان هجوميا في الشوط الثاني؟ يعني هيلعب الهجمه، هيلعب الهجمه المرتده الشوط الاولاني، الشوط الثاني ممكن يلعب طبيعي جدا، ما يبقاش يعني عادي، يعني هتلاقي الدنيا هم عندهم اتفتحت، هتلاقي نفسك كل شويه الماتش مفتوح، كل شويه انت رايح للجون هو خلاص ما عندوش حاجه يبكي عليها اساسا، خلاص يعني الموضوع منتهي، فانت هتلاقي نفسك الدنيا مفتوحه عندهم كتير جدا ورا في اطراف الملعب وفي ظهر المدافعين، فهتلاقي يعني هتلاقي اخطاء كتيره جدا، وهتلاقي انت بتروح للجول كتير. كابتن رامي، خبراتك السابقه كواحد من نجوم النادي الاهلي لما كنتوا بتبقوا متفوقين في مباراه هنا ومسافرين لاي فريق من فرق افريقيا السمراء او في المغرب العربي او شمال افريقيا، وانتم محتاجين يعني مجمل نتيجه اللقاءين تبقى في صالحكم ومتفوقين بهدفين في المباراه الاولى، كان بيبقى الجهاز الفني دايما بيركز على ايه؟ يقول لكم ايه؟ لا انا زي ما قلت لك كده، هو انا حضرت الفتره بتاعت المستر مان والجوزي، يعني هذه الفتره انا كنت موجود فيها، فالراجل ده بصراحه يعني انا اتعلمت منه حاجات كتير، يعني هو كان على طول كل لما يخلص ماتش كان مثلا احنا بنحتفل، مثلا خدنا بطوله افريقيا هو كسبان ولسه هيلعب، انت مثلا لعبت بطوله افريقيا وخدت البطوله، فتاني يوم انت خلاص بقى احتفلت ورحت مش عارف مين راح الاستوديو الفلاني وده طلع في التلفزيون واحتفلت والدنيا كلها تمام، انت عندك ماتش في الدوري بعد كام يوم، تيجي تمرين خلاص الماتش ده بقى خلاص في الدولاب في المتحف خلاص ابدا من جديد، فهو ده الشغل بتاعه، انا الفتره دي اللي قعدتها في النادي الاهلي اتعلمت كده، اتعلمت انت بتخلص ماتش بتنسى الماتش ده خالص تماما وبتفكر في اللي بعده، فانا انا شايف ان الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه من خبرتي من وجودي في النادي الاهلي ان خلاص انا متاكد ان الناس اللي جوه النادي الاهلي قال لهم انسوا الماتش ده تماما، انت بتلعب ماتش تاني، هو ماتش واحد عايز تكسبه، مش عايز تتعادل ولا عايز تخسر، انت عايز تكسب، ان الاهلي هيتعامل مع المباراه دي كانها المباراه الوحيده، هي المباراه، مفيش هي المباراه الوحيده، ما تفكرش، انسى تماما الماتش الاولاني ده خالص، مالكش دعوه ولا بنتيجته ولا بادائه ولا باي حاجه خالص، انت بتلعب ماتش جديد، ماتش تاني
بتلعب عشان تكسب كمان، مش عشان مثلا تفكر ان انت تتعادل ولا حاجه. انت سهل، انا شايف ان سهل جدا انت تكسب الماتش ده كمان ان شاء الله يعني. طيب كنت من المدافعين المتميزين في صفوف الاهلي، ودايما بيبقى العبء الاكبر على الهاف ديفندرز والمدافعين، واحنا بنلعب خارج ملعبنا مع فريق برضو عنده قدراته تمام. زي الترجي، ايه الحاجات اللي بتبقوا لازم تتفادوها تماما؟ مطلوب منكم الجهاز الفني قايل لكم ما ترتكبوش 1 2 3، الحاجات دي ما تتعملش في الملعب خالص. ايه؟ لا في اخطاء طبعا يعني، انت بقدر الامكان بتحاول لما في مدير فني بيكلمك في مباراه زي ديت بيقول لك حاول تبقى بقدر الامكان انت في نص الملعب الثاني، يعني عايز تعمل اي حاجه، تبتكر اي حاجه، تحافظ على الكوره بشكل، خليش الكوره قدام جولنا كتير، خليش الكوره عندك يعني ما تعملش خطوره، طالما الفرقه ضغط عليك وكده حاول تنقل الكوره في نص الملعب الثاني لان انت بتشكل ضغط عليه اكتر. لكن طبعا انت بتلعب في اجواء زي دي برده غصب عنك ممكن يبقى عندك لعيب فيش خبرات، الضغط بتاع الماتش المباراه النهائيه في ضغط عليه فممكن يرتكب اخطاء غصب عنه. يبقى برضو كلامك صح، يبقى مطلوب برضو من اللاعبين سواء صاحب خبره او خبراته قليله بالبطولات دي من الجيل الجديد الموجود في النادي الاهلي مثلا، يبقى مطلوب التحضير السريع او الكرات الطويله، ما يبقاش كره تتمسك كتير. لا مفيش كره تتمسك كتير، ان هو طبعا هيحاول يضغط عليك، هو مش هيستنى مش هيستنى واقف زون ديفنس ولا حاجه، لا هو هيحاول يضغط عليك في كل حته في الملعب عشان ترتكب اخطاء كتير يستفيد بيها، يقدر يستفيد منها ويضغط عليك. يعني يمكن هو بيقول مثلا الجمهور هيبقى ضاغط على النادي الاهلي وحاجه زي كده، بس انا ان شاء الله دي مستبعدها تماما. الاهلي الموضوع ده بالنسبه له خلاص يعني ان شاء الله مفيش فيه اي مشكله خالص، اللعيبه متعوده على الاجواء دي كويس جدا ومتحضرين ليها كويس، فباذن الله مش هيبقى يعني مش هيبقى فيه اخطاء باذن الله كتير ان شاء الله. نصيحتك جا كواحد من جيل متميز جدا من نجوم الاهلي للمدافعين في المباراه الجايه على المستوى الشخصي بتقول لهم ايه؟ انا مفيش يعني العبوا بهدوء، ما بقاش فيه توتر زي ما انا قلت لك في الحته الاخيره دي، هو بيحاول بقدر الامكان ما يبقاش فيه اخطاء كتير ورا عنده، يحاول يلعب اسهل حاجه خالص، ما يحاولش يالف خالص اي حاجه، اي حاجه فيها تعيد اي حاجه فيها خطوره ان هو يرجعها للجول لحارس المرمى ما ترجعهاش، كوره حد ضغط عليك في حته صعبه ما تالفش وتحاول تباصي فيها في مكان فيه خطوره في الاوت، اسهل حاجه العب الكره قدام، مش محتاجين حاجه، من السهل الممتنع، السهل الممتنع خالص خالص. الا بقى لو بدات انت خلاص الدنيا الامور بالنسبه لك بدا هو يتعصب وبدا هو خلاص يخرج بقى عن شعوره وبقى في ضغط عليه جامد، انت ان شاء الله هتبدا بقى تهدى وهتبدا الامور تبقى كويسه، ربنا كرمك بجول بدري هتلاقي نفسك الامور احسن والثقه بقت عندك كتيره، غير طبعا لا قدر الله جه في حاجه لأن بدري لان جون كمان بيخلي المنافس هو نفسه الكيرف بتاع اداؤه يقل اكيد في الملعب. اكيد لا هو لو جه في جول خلاص هو بالنسبه له بيرتبط. انا متهيالي خلاص الماتش يعني. طيب هل كنتوا في الماتشات دي يا كابتن رامي لما بيبقى في لعيب او اثنين او ثلاثه، طبعا كل لعيبه الاهلي نجوم، لكن بيبقى في لعيبه مجموعه معينه بيتقال عليها كي بلايرز عندهم قدرات خاصه زي وليد سليمان في المجموعه تمام. الموجوده حاليا، هل ممكن تبقوا بانيين عليها خطه؟ ممكن مستر مانويل في وقت من الاوقات كان يقول انا هشتغل عشان الفرقه توفر المساحه اللي هيتحرك منها بركات او ابو تريكه او يعني حد انا عارف ان هو اللي هيتصرف في الماتش ده، هل ساعات كنتوا بتشتغلوا على كده كفريق؟ لا دي مش بتحصل لاني انا الجيل ده كله كان كي بلايرز اساسا يعني كله نجوم، كله كان فعلا نجوم. يعني انت ما كانش عندك اصلا ما كانش عندك جبهه شغاله وجبهه مش شغاله، انت عندك الجبهات كلها شغاله من نص الملعب، في ناس بتكمل الدور الهجومي بتاعها، الفرود نفس الكلام، المهاجمين، الباك شمال، الباك يمين، الناس كلها طبعا، فما شاء الله ما كانش فيه كي بلاير، ما كناش بنفكر بالتفكير ده خالص، عمرنا ما فكرنا مثلا ان ابو تريكه هو اللي هيحل لنا او بركات هو اللي هيحل لنا، انت كان عندك جلبرتو ما شاء الله وفلافيو سعيد متعب معوض وفلافيو متعب وكان الناحيه اليمين بركات او احمد فتحي، فالموضوع لا الموضوع كان عندك حلول كتير قوي، حلول كتير جدا، نص الملعب كان فيه ناس كويسه جدا، ابو تريكه طبعا ما شاء الله كان بيمسك كرة بيوصل اللعيبه، كان هو نفسه بيروح يجيب اهداف كتير، فالموضوع لا ما كانش فيه، دلوقتي ممكن الموضوع مختلف شويه بقى عندك يعني النوعيات، عشان كده بسالك دلوقتي عندنا بعض اللعيبه في حاله ممكن تكون كمان في اجهز حالاتهم او افضل حالاتهم، المود بتاعهم كويس قوي فنيا، يعني وليد سليمان ما شاء الله في افضل حالاته لدرجه مصر كلها بتتكلم ازاي وليد مش في المنتخب حاليا، هو نفسه كل ماتش بيقول للمسؤولين يا جماعه طبعًا انا هعمل اللي عليا وانتوا بقى اصحاب القرار، يعني بيرد عليهم بثقه في نفسه اكتر واداء افضل أكيد. هل ده اللي ممكن يخلينا يبقى في رؤيه للجهاز الفني انه يستغل وليد سليمان بشكل خاص في الماتش ده لانه الفتره دي قادر انه يحسم؟ هو وليد زي ما انت قلت هو ما شاء الله الفتره دي فايق يعني، هو في افوق حالاته تقريبا وفي احسن حالاته، فاكيد الفرقه الثانيه اصلا هتبقى مركزه معاه، هتشتغل عليه اكيد هتشتغل عليه،
انا ما اعرفش فكر مستر كارتيرون هيبقى بيفكر ازاي من ناحيه وليد او من ناحيه المفاتيح، بس اكيد يعني اكيد طبعا احنا كجمهور كالناس الاهلي المحبه للنادي الاهلي اللي قاعده تتفرج هتبقى مستنيه من وليد، هتبقى فاكره ان الحمل كله على وليد، بس النادي الاهلي برضو ما عودناش على كده. يعني احنا اتعودنا من النادي الاهلي ان الناس كلها بتحاول تشتغل، وليد اظهروا عليه دور كبير، الناس اللي حواليه اذا كان اسلام محارب هيلعب، اذا كان حمود، اذا كان وليد سليمان، الناس كلها هيبقى عليها دور يعني كبير جدا. وليد موفق الفتره دي، فهنستنى منه، هنستنى منه ان شاء الله ان ربنا يكرمه ويكمل الفتره دي على خير ان شاء الله ويؤدي باداء كويس. لا واصل كمان بتبقى لما بيبقى لاعب حالته زي وليد في الفتره دي ما شاء الله بيقدر يبقى في اكتر من سيناريو، يمكن هو اللي بيحسم في مباراه، في مباراه تانية الضغط عليه الدفاعي المتوقع كابتن رامي بيخليه يخلق فرص للباقيين، بيخلي الفرقه الثانيه يعني زملائه يتحركوا بحريه كامله. طبيعي زي ما انت بتقول كده بالظبط، هو وليد هتلاقي فعلا هتلاقي المراقبه عليه كبيره، هو احسن لعيب في النادي الاهلي دلوقتي وافق لعيب في النادي الاهلي، فهتلاقي وعمل ماتش غير عادي كمان ما شاء الله طبعا الأولين. كان حاجه حلوه قوي بصراحه يعني، فهتلاقي طبعا اكيد المدرب بتاع الترجي هتلاقيه مركز معاه، اللعيبه نفسها هتبقى مركزه معاه، عارف اللعيب الجامد دوت بياخد 2 3 لعيبه معاه فعلا زي ما انت قلت كده بالظبط، هيخلق مساحات لباقي اللعيبه، هيخلق مساحات. انا متوقع الماتش ده هيبقى فيه مساحات كبيره جدا عندهم، متوقع. ما اعرفش الحته بتاعت مثلا حمودي ممكن يلعب ولا ما يلعبش، ممكن مستر كارتيرون يفكر ان حمودي ادواره الدفاعيه اقل شويه، ممكن نزل مكانه المره اللي فاتت التغيير كان ميدو جابر، كان ميدو جابر نزل، ممكن ميدو جابر احسن دفاعين شويه، ممكن يفكر كده. ميدو جابر برضه هجوميا كويس، ف انا بصراحه بحب انا بحب لعب حمودي، هو لحد دلوقتي ما طلعش كل اللي عنده جوه النادي الاهلي، لكن مقتنع بقدراته، انا مقتنع بقدراته جدا لان لعبت معاه فعارف امكانياته عامله ازاي. لعيب كويس جدا، لعيب عنده سرعات، ما طلعش ربع امكانياته، انا شايفه ما طلعش ربع امكانياته، واضح ان الجهاز الفني مقتنع بيه كمان، يعني مقتنع كارتيرون بيه. مستر كارتيرون بيعتمد عليه بدرجه كبيره الفتره الاخيره. اكيد اكيد، فهو انا لو حمودي لعب هيبقى وموفق وفي حالته هيبقى مفتاح لعب كويس جدا للنادي الاهلي. حمودي سريع ومهاري، هيبقى فيه مساحات عندهم في الملعب فهيقدر يشتغل كويس. توقعك كمان المباراه دي هتبقى مباراه هتتخلق فيها مساحات كبيره في الملعب، ده يبان فيه دور ازارو، ازارو طبعا ممكن سريع طبعا دور مؤثر جدا، هتلاقي كل الكرات المرتده من ورا، لو انت مثلا هم واقفين الاربعه بتوعهم واقفين طالعين عند نص الملعب، انت الكره عندك في ملعبك، لو في واحد بيطفش هتلاقي وليد ازارو ده ممكن في ثانيه تلاقيه عند الجون انفراد من بين المدافعين، هو بيلعب المرتدات حلو قوي، يعني بيستقبل الكره المرتده ويروح للمرمى بسرعه طبعا جدا. هو سريع جدا، وهتلاقي اكيد يعني هو انت شفت اخطائهم في ملعبك، في ملعبك كان عامل ازاي، هتلاقي الاخطاء دي هتزيد، الضغط هيزيد عليهم اكتر، المساحات هتبقى موجوده اكتر. الماتش اللي جاي هو عايز متسرع وعايز يكسب باي شكل من الاشكال، ده فاينل خلاص، ما فيهوش اصلا كلام، انت مش بتلعب في مجموعه ولا حاجه، ف هتبقى في خلق فرص كتير ان شاء الله الماتش ده. متوقع نبدا بنفس الشكل، يعني لعيب مكان لعيب دي بتحصل حسب رؤيه الجهاز لكل مباراه، زي ما بنتكلم عن ميدو ولا حمودي حسب احتياجات الفريق في المباراه دي ورؤيه الجهاز الفني، لكن نفس التشكيل نفس عدد المهاجمين، ولا تعتقد ممكن نبدا بعدد اكتر اميل للدفاع، 3 هاف ديفندرز، مهاجم واحد وتحته 2، يعني شايف الدنيا ممكن تختلف؟ الفتره اللي فاتت كان كله بيتكلم في كده، يعني سمعت ناس كتير وناس محللين كبار طبعا بيتكلموا ان الاهلي ممكن الفتره اللي جايه الماتش اللي جاي دوت يبقى فيه 3 ديفندرز غير الماتش اللي فات. يعني انا ما اعرفش، انا بتكلم عن وجهه نظري، يعني انا شايف ان الاهلي طالما انت متعود على طريقه معينه ما تغيرش، انت رايح يعتبر يعني مستريح شويه، النتيجه الحمد لله بشكل كبير النتيجه كويسه مخليك هتروح تلعب مستريح، عندك ميزه عن المنافس، انت ممكن تلعب بالشكل هو بس تطلب مثلا تكليفات دفاعيه اكتر، يعني تقول مثلا بدل حمودي مثلا مش عايزك تتقدم، لو حمودي لاعب مثلا مش عايزك تتقدم كل شويه زي الماتش اللي فات مثلا، هتاخر نفسك شويه، هيبقى تكليفات دفاعيه بس ما تغيرش الشكل. انا وجهه نظري انه يرجع يبقى له دور جنب الهاف ديفندرز طول ما الكوره مش معانا بالظبط، هتقفل الملعب انت كده كده، لو لعبت 4 أو 3 مثلا هتقفل، يعني الناس بترجع، الاطراف بتاعتك بترجع في نص الملعب، انت قفلت نص الملعب، فهي هتبقى شكل الكوره، شكل بس التشكيل في الملعب هو ده اللي هيختلف بس مش اكتر. يعني تعتقد الجهاز ممكن يبدا احمد فتحي عنده شكوى طبيه لسه في مرحله علاجيه،
وتحمل على نفسه الجهاز حاول يدفع بيه المباراة اللي فاتت، لكن واضح انه ما كانش جاهز جاهزية كاملة، او اصيب يعني لان لعدم جاهزيته، او انه ما خدش وقته في الاستشفاء لسبب او اخر، وتم الدفع بمحمد هاني. تفتكر المباراة دي ممكن نحتاج فيها حتى لو كان جاهز بنسبة 80 او 90% بس خبرات احمد فتحي، ولا ممكن تكون الاعتماد فيها على محمد هاني؟ لا لا، انا مش عايز احمد، طبعا احمد فتحي ما تستغناش عنه في الملعب، بس مش عايز يتكرر تاني اللي حصل. يعني انه يلعب وهو مش جاهز 100%. طبعا طبعا، يعني لازم تلعب ماتش زي دوت وانت جاهز 100%. محمد هاني لعيب كويس، صغير، عنده قدرات كويسه جدا دفاعيه وهجوميه. مش عايز اتكلم طبعا على قيمه احمد فتحي وجوده في الملعب وسط الفرقه والدفعه اكيد الايجابيه اللي بيديها لهم كراجل خبره في الملعب وراجل كبير جوه الملعب وروحه في الملعب الاثنين اللعيبه، ده من الكي بلايرز بنتكلم عنها. طبعا طبعا طبعا، لعيب كبير طبعا، بس انا مش عايز يتكرر نفس الماتش اللي فات. وكده طبيعي، واحنا بخبرتنا في الملعب ان واحد نزل الماتش واتصاب في ماتش زي دوت، عدى اسبوع، اقل من اسبوع، مستحيل تلعب. هتلعب ازاي؟ يعني مهما عملت هترجع ازاي؟ هتبقى انت راجع بكتير، بقى لك يومين يعني. مستحيل. انا شايف ان هي شبه مستحيل. انا ما اعرفش بصراحه، مش متابع هو احمد فتحي وصل لايه. واحنا ما نعرفش لسه المعلومات دي عن الجهاز الطبي مدى جاهزيته، لكن بنتكلم في الرؤيه. انا يمكن احمد لسه راجع من برنامجه التاهيلي سريعا جدا من الاصابه قبل المباراه، بنتكلم ب 48 ساعه ولا حاجه، ولا تفضل الدفع بمحمد هاني؟ لا، لو هو سليم، لو سليم احمد فتحي يلعب طبعا، لو مش سليم يبقى محمد هاني. محمد هاني لعيب كويس جدا زي ما قلت لك، فلا افضل الدفع بمحمد هاني طبعا. ايه اكبر مميزات الاهلي فنيا في مواجهه الترجي بعد ما تابعت اسلوب اداء الفريقين في المباراه الاولى؟ ايه الحاجه اللي بعيدا عن الخبرات، خبرات الاهلي طبعا، او الخبرات في صالح الاهلي ورصيد البطولات في صالح الاهلي، لكن الجيل ده من اللاعبين في الفريقين وطريقه اللعب مع شغل الاجهزه الفنيه، ايه لو بتعمل مقارنه سريعه تقول ايه نقاط القوه او ايه اميز ما في الاهلي على حساب المنافس؟ انا شايف الاهلي يعني كفريق عنده حتة الاستحواذ على الكورة دي حاجة كويسة جدا، تحتفظ بالكورة أكتر وقت ممكن، تخلي الكورة معاك بشكل كبير. فيعني طول ما الكورة معاك احنا على طول بنتعلم كده، طول ما الكورة معاك أنت مش هيبقى عندك خطورة، طول ما الكورة مش معاك أنت عليك خطورة. فأنا شايف الجيل ده، اللعيبة اللي موجودة لعيبة كويسة، بتقدر تحافظ على كورتها كويس، بتتحرك لبعض كويس، بيلاقوا بعض، كلهم لعيبة كرة كويسة يعني، كلهم ناس مهارية يعني. أو حسام عاشور بيقدر يستلم ويسلم طبعا كويس جدا، الناس اللي حواليه كلها، إذا كان حمودي لعيب كرة مهاري، إذا كان ميدو جابر لو لعب برضو لعيب كرة كويس مهاري، اسلام محارب نفس الكلام، وليد سليمان نفس الكلام. بس اسلام كمان عنده الميزه انه مستواه في الاداء الدفاعي عالي جدا. بحجم قدراته الهجوميه كمان. بالظبط كده. فدي طبعا حاجه كويسه، غير بقى طبعا الروح. يعني انا شايف طبعا الحاجه الاولانيه اللي تعدي بقى كل الفنيات دي كلها، روح لعيبه النادي الاهلي مختلف عن احد. يعني احنا كلنا زي ما قلت لك السنه اللي فاتت لما كنا نلعب قبل النهائي مع الترجي، كان السنه اللي فاتت او اللي قبليها مش فاكر بالظبط، احنا رايحين هناك كل الناس متخيله ان الماتش سهل جدا بالنسبه للترجي، الترجي خلاص هيكسب، لكن روح النادي الاهلي واصرار لعيبه النادي الاهلي على ان هي تكسب، ده كان الفيصل في القصه كلها. طيب كابتن رامي، متفق ولا مختلف مع الاراء من الجماهير في مصر اللي ما كانتش مبسوطه في النص ساعه الاولى من المباراه؟ كانت بتقول لا، مش دي طبيعه اداء الاهلي، والاهلي ما كانش ماسك كوره بالشكل اللي احنا متعودين عليه من الاهلي. بدا كيرف الاداء يزيد مع الوقت، وبدانا في الشوط الثاني التواجد بتاعنا والاستحواذ والسيطره على الملعب وتوزيع المباراه وانتشار لاعبينا في وسط الملعب يبقى احسن. في ناس كتير قوي كانت بتقول لا، ما كناش عاملين الانتشار ده بشكل كويس، وما كانش وسط الملعب عندنا متماسك في بدايه المباراه. متفق ولا مختلف معاك؟ لا انا متفق، بس ده طبيعي يعني. ماشي، ده حصل اوكي جوه الملعب، بس ده طبيعي يعني. اي فرقه في الدنيا انت بتشوف فرقه كبيره زي برشلونه وريال مدريد اللي هم بيستحوذوا اصلا على الكوره 90% من الماتش مثلا، ساعات بيبدا الماتش ممكن تلاقي الاستحواذ مش معاه يعني. انا اتفرجت على برشلونه اخر ماتش وراي فايكانو دوت، الماتش الاخير كسب تقريبا 3-2 في اخر الماتش، في اخر دقيقه تقريبا جاب الهدف الثالث، كان الفرقه الثانيه مستحوذه بشكل كبير جدا ومحدش اصلا بيعرف يستحوذ. لا، وحتى ما كانش الاستحواذ لصالح الترجي، كانت الكره رايحه جايه بين الفريقين. لا عاديه خالص. ما كانش الاستحواذ كانت الكره بشكل عشوائي جدا في فده طبيعي جدا. بس انت مع يمكن من ضغط الماتش طبعا، ماتش انت بتلعب فاينل يعني، مش ماتش قليل، مش بتلعب ماتش في مجموعه ولا ماتش الضغط طبعا بيبقى في الماتشات دي اقل بكتير، لكن الماتش الفاينل ليه احساس كان مختلف. الالتحامات كتير، الحماس في جدا الماتش جدا، يعني عدد اللعيبه اللي تعوروا في راسهم كتير في الماتش. بالظبط 30 ثانيه فاول، كل 30 ثانيه فاول الكره بتقف، الكره بتقف كتير جدا، فاكيد كان في ضغط عصبي رهيب على اللعيبه هنا وهنا. فالحته الفنيه ممكن ما تظهرش في ماتش، انت اهم حاجه عندك
النتيجه في الاخر. يعني ما حدش بيفتكر انت لعبت ازاي، شكلك كان حلو شكلك مش حلو، انت خدت البطوله وخلاص، هو ده اللي الناس بتفتكره. بتفكر بقى انه يعني في روح كده عامه عند الجماهير او في مطلب وحلم الكل نفسه يشوف النادي الاهلي بيحمل البطوله الافريقيه مره ثانيه ويشارك ثاني في كاس العالم للانديه. اكيد. شايف المشاركه دي ازاي وقد ايه بتمثل بالنسبه لكم نجوم الرياضه ونجوم الكره في النادي الاهلي حاجه مختلفه التواجد في كاس العالم للانديه؟ لا انا اصلا حضرتها مرتين، انا حضرت كاس العالم في اليابان مرتين. لا احساس ما تطلع تلعب كاس عالم دوت في ليه اجواء مختلفه تماما، ف والجمهور والناس كلها بتبقى مبسوطه جدا بحاجه زي كده. اللعيب نفسه احساسه بيبقى بان انت بتلعب بطوله قاريه، كاس عالم العالم كله بقى بيتابعك، كاس عالم الانديه يعني. انت العالم كله بيتابعك، انت كمان بتروح بيبقى عندك فرصه تلعب تواجه مثلا فرقه زي برشلونه اذا كانت هي اللي راحت او ريال او مدريد بايرن ميونخ او ريال مدريد، الفرق الكبيره دي انت بتشوفها. احنا او انا في السنتين اللي رحتهم كان مره في برشلونه وكان في مره مانشستر يونايتد، كان ساعتها كريستيانو رونالدو، كنا يعني خلصنا ماتشنا قعدنا اتفرجنا على ماتش، فده دي اجواء مختلفه تماما. انت بتشوف بقى اللعيبه الكبيره دي وبتتفرج عليها في الملعب، فالموضوع خبره مختلفه، الموضوع مختلف تماما. لا لا اجواء، وبتشوف ان لعيبه الاهلي تستحق ده طبعا، لانهم كتير قوي من الناس بيقولوا لهم انتم متفوقين بفارق كبير محليا واحيانا بتستحقوا الخروج للعالم والمشاركه في بعض الدورات العالميه. الاهلي عنده الخبرات دي وعنده الكوادر المميزه، عنده الخبرات وعنده الامكانيات خليه يظهر بشكل كويس. يعني تاني مشاركه لينا في كاس العالم للانديه كانت افضل. تاني مشاركه كانت احسن طبعا، اللي خدنا فيها الثالث تقريبا دي. فلا طبعا الاهلي عنده الامكانيات وعنده كل حاجه بتساعده على انه يبقى متواجد في بطولات بالشكل دوت يعني. كل حاجه موجوده، الناس كلها بتساعدك، المجلس الاداره بيوفر لك كل حاجه. النادي الاهلي طبعا اسم كبير جدا في العالم، عشان كده في العالم تجربة كله محببه متهيألي ليكوا كنجوم في الفريق وللجماهير فكره استقدام او استقبال فريق كبير زي روما او اكس امستردام او طبعًا ريال مدريد او طبعًا برشلونه عشان يلعب الاهلي. طبعا بتشوفوا ان ده احتكاك مختلف تماما بالنسبه لك. انا بقول لك انا بقول لك احنا كلاعيبه كنا مبسوطين جدا شايفين، كان ساعتها بقى مانشستر يونايتد كان في روني وفي رونالدو، كان ناس يعني لعيبه كبيره، الفرقه كانت قويه قوي، قويه جدا جدا. فانت قاعد طبعا انت شايف الناس دي قدامك وبتلعب وبتتفرج عليها قدامك، فطبعا الموضوع لا مختلف تماما يعني. تبقى حاجه طبعا بتتحط كمان في السي في بتاعك وفي تاريخك ان انت لعبت بطوله زي ديت، فطبعا دي حاجه كويسه جدا. كلمه عايز توجهها قبل ما نختتم الحوار لجماهير النادي الاهلي ولجمهور كمان الترجي التونسي وللاعلام الرياضي في البلدين قبل المباراه دي؟ والله الاعلام طبعا لازم يبقى الدنيا بيحاول يفتعل مشاكل او يصعد الموضوع اكبر، يديله اكبر من حجمه. يعني بقول الناس تهدى طبعا شويه وان شاء الله الجمهورين اكبر من تصعيد واكبر من الكلام ده. طبعا بقول لجمهور الاهلي طبعا اللي رايح ان شاء الله الناس تشجع طبعا باخلاق، احنا يعني متعودين على اخلاق النادي الاهلي واخلاق جمهور النادي الاهلي. تتعامل مع المباراة بشكل كويس. جمهور طبعا تونس ناس أشقاء زي ما قلت لك في بداية الحلقة. الناس دي طبعا ناس كويسة جدا، ناس يعني انت بقولك بتمشي في الشارع الناس بتشيلك فوق راسها فعلا بجد، ومبسوطين بينا جدا واحنا هناك بيقابلونا بأحسن شكل هناك. فأنا متوقع دوت للتصعيد اللي حاصل دوت والناس اللي بتتكلم في القصة دي بشكل مش كويس، فان شاء الله لا الامور تبقى كويسه. ان لو في راي متعصب من هنا او هناك مش هيؤثر على الشكل العام يا رب علاقات الناديين وعلاقات يعني ان شاء الله ما ياثرش بشكل او باخر على الماتش طبعا ولا على الجمهور، والماتش يعدي بشكل كويس وان شاء الله احنا تعودنا ان احنا ما نشوفش مشاكل بين. هل في طابع ذكرياتك في المواجهات مع الفرق التونسيه تحديدا، هل لها طابع خاص في طريقه ادائها في مواجهتها مع الاهلي في اي بطوله عربيه او افريقيه، ولا بتشوف انهم بيلعبوا بنفس النمط اللي بنطلق عليه نمط الشمال افريقي زي فرق الجزائر والمغرب؟ لا لا نفس النمط. نفس النمط. ايه مواصفاته لما بتلعبوا فريق من المغرب او الجزائر او تونس تبقى عامل حسابك ان المباراه شكلها ايه؟ طبعا هو يعني انت فنيا بتبقى طبعا قلقان منهم جدا في الكرات العرضيه، هم مميزين فيها قوي متفوقين فيها قوي، فبتبقى طبعا لازم دايما عندهم طول في الباكات متمرن على كمان. متمرن على الموضوع ده بشكل كويس. داخل الملعب طبعا هم زي ما انت بتقول عليهم كده بلغه الكوره صيع، كوره صيع جدا في الكوره. بيعرف يضيع وقت كويس جدا، يعرف يستفزك لو هو متقدم بتبقى مشكله. بس احنا الى يعني الى حد كبير بشكل كبير جدا خلاص بدانا خلاص نخرج من القصه دي، نخرج من العقده بتاعت شمال افريقيا دي بشكل كبير يعني. الموضوع اختلف عن زمان شويه، ف يعني هو دي هي دي اللي انا بشوفها فيهم يعني. لو هو متفوق طبعا متقدم في النتيجه طبعا تمويت الماتش بقى دوت، الحارس المرمى بيقع ويقوم واللعيبه بتقع وتقوم،
قصه كده بتبقى صعبه يعني. كابتن رامي، هل لسه في ميزه عند فرق زي الجزائر والمغرب وتونس ان عندهم لاعبين في منتخباتهم موجودين في الانديه المحليه؟ يعني بتلعبوا بالاهلي، بيلعب الترجي او بيلعب بطل من المغرب او من الجزائر، بيلاقي امامه لعيبه دوليين. لكن ده خلاص ما بقاش موجود في انديه في افريقيا السمراء. معظم اللاعبين محترفين في اوروبا، وبتلاقي الفرقه اللي بتلعبنا اقل كتير، ما عندهاش خبرات دوليه. اكيد اكيد ده بيبقى فرق في المباريات. طبعا فرق جدا زي ما انت الاهلي فارق. الاهلي دوت لو انت كل اللعيبه، كل لعيبه المنتخب من بره النادي الاهلي محترفه، اكيد هتلاقي النادي الاهلي اكيد هيقل فنيا. لكن دايما هو عناصر مؤثره دايما جدا انت عندك في المنتخب. جدا انت عندك مش اقل من 5 لعيبه 6 لعيبه اساسيين جوه المنتخب. فدي طبعا اكيد بتفرق معايا حاجه، مع الخبرات مع كل حاجه بتفرق جدا طبعا في المواجهات دي طبعا جدا. طيب شكل أداء الجيل الحالي من نجوم الفريقين في المباراة الأخيرة أو في لقاءاتهم في السنتين اللي فاتوا مقارنة بالفترة اللي كنتوا فيها بتقابلوا فريق الترجي، مقارنة بين الفريق أو موازين القوة في الفريقين؟ لا، الجيل القديم أنا شايف أقوى بكتير. جيل الترجي القديم، الجيل ده يمكن مش بنفس القوة بتاعت الأجيال القديمة. حتى اللعيبه الدوليين في اكتر كانوا في الجيل اللي بتكلم عنه. مختلف. لا مختلف في تماما. في 7 لعيبه مثلا كان في، لا انا مش عارف مش فاكر طبعا اسماء قوي، بس لا الموضوع كان مختلف تماما. الاجيال القديمه دي كان اللعيبه اقوى بكتير من دلوقتي. لا الموضوع اختلف تماما دلوقتي. قال له جامد عن قبل كده. يعني الجيل اللي موجود دلوقتي اقل بكتير من الجيل القديم يعني. هل في طابع مثلا لتونس؟ دايما يقولوا فرق المغرب وتونس مع مصر بيبقى الاداء فني اكتر مع الاهلي لما بيلعبوا الاهلي، بيقولوا مع فرق الجزائر بيبقى الموضوع فيه الطابع البدني والاحتكاك واللعب شويه بيميل للقوه البدنيه والعنف اكتر، هل ده صحيح؟ هو انت بتجبر انت كنادي اهلي انت لعبك فني اكتر، انت مش متعود على ان انت تلعب بدني وتتخانق وتضرب والاحتكاكات القويه، انت متعود او بتلعب راجل جوه الملعب طبعا، بس الاكتر انت اصلا كان النادي الاهلي طول عمره فنيا اعلى، فنيا اعلى من اي حد. فاللي بيواجهك دوت بيواجهك بنفس طريقتك وبنفس شكلك. لكن طبعا الثقافات التانية بقى مختلفة. الموضوع تونس لما يجي يلعب طبعا عند الجزائر الموضوع مختلف، الاحتكاكات بتبقى قوية جدا واللعب بقى مختلف تماما. ماتشات مع الفرق الجزائرية بيبقى الطابع فيها طبعا صعبة جدا، أعنف بدرجة جدا ما يعني. جدا، وأجواء الجماهيرية كمان بتبقى صعبة جدا في الجزائر بالذات. الأجواء الجماهيرية مشحونة قوي جدا جدا. لا الموضوع مختلف. أنا مش عايز أحكي طبعا حاجات. لا الموضوع صعب جدا يعني. طيب خبراتك كابتن رامي، كنت بتحكي في لقاء سابق معانا على شاشة قناة الأهلي قد إيه مرحلة مختلفة من حياتك تحقيق بطولات مع النادي الأهلي ونجاحك مع النادي الأهلي. إيه الرسالة اللي حابب توجهها للاعبين اللي لو إن شاء الله فزنا بإذن الله يوم الجمعة هتبقى دي أول بطولة لاعبين منضمين حديثا للأهلي، وممكن دي تبقى أول تجربة لإحراز لقب مع النادي الأهلي؟ إيه الفرق في أول بطولة حققتها في حياتك مع الأهلي قبلها وبعدها؟ لا طبعا اول بطوله ده احساس مختلف تماما طبعا. اما بتبقى جاي مثلا من نادي صغير او منتقل لنادي كبير زي النادي الاهلي، الموضوع بيبقى مختلف تماما. انت بتبقى في دنيا تانية خالص اصلا يعني. انت جاي من مكان مختلف عن اللي انت داخله خالص اللي هو النادي الاهلي، مطالب بتبقى مضغوط جدا ان انت مطالب على طول بالمكسب جوه النادي الاهلي. احساس البطوله بالنسبه لاول مره طبعا تبقى انت حاجه ما حسيتهاش قبل كده، فبس احساس طبعا حاجه عمر ما يعني انا بداية عمري مرحله النجوميه ممكن تبقى لاعب جيد او مميز لكن لسه ما حققتش لقب، مع اول لقب بتحققه وبتحس انك دخلت في مرحله طبعاً النجوميه الحقيقيه طبعا طبعا. وانت خلاص من مسافه ما بتدخل النادي الاهلي انت خلاص انت بقيت راجل بتاع بطولات، مش اي حاجه تانية. ما ينفعش تبقى اي حاجه تانية غير ان انت راجل بتاع بطولات. فطبعا لا انا بقول لهم يعني ربنا يكرمهم ان شاء الله الماتش اللي جاي دوت، ويا رب ان شاء الله نحرز البطوله وتبقى حاجه كويسه ليهم وبدايه كويسه للناس كلها اللي هي، وتبقى طبعا نهايه كويسه للناس اللي هي مثلا قربت تفنش الكارير، قربت من مرحله الاعتزال، من مرحله الاعتزال طبعا. فتبقى يبقى تكريم ليهم لمشوارهم بإذن الكبير باذن الله. باذن الله ان شاء الله نكون موفقين في الملعب في استاد رادس يوم الجمعه، وباذن الله كمان كل اللاعبين الجدد اللي خبراتهم حديثه مع النادي الاهلي يستفيدوا كمان بوجهات النظر اللي طرحها من خلال الحوار ده الكابتن رامي عادل. ان شاء الله نكون موفقين ونحتفل بالفوز بالبطوله كابتن رامي. باذن الله. اشكرك واسعدتنا بوجودك معنا. شكرا معك. شكرا. بشكر الكابتن رامي عادل مدافع النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا، وبشكر حضراتكم على متابعه هذا الحوار ختام هذه الفقره. ولكن ابقوا معنا بعد الفاصل، فقراتنا مستمره من خلال الاهلي ليله، ولكن من خلال زميلي وحوار خاص بيجريه زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي.